مستر بيتس، انت كنت بتلعب ايه في الملعب؟ مكانك، مركزك؟ in South Africa I used to play جنوب like افريقيا striker. لما لعبت لعبت راس حربه. But when I moved to Europe, لكن لما رحت اوروبا ولعبت the right body size كان جسمي as a number nine. كان جسمي ما كانش مناسب نلعب لما تسعة، ما كانش مناسب لما تسعة، فكانوا بيلعبوني وينج رايت او ليفت، وينج يمين او شمال، او بلعب في مركز نمره 10 سنه الالعاب. فلعبت الاربع مراكز الهجوميه كلها الاربعه، الناحيه الهجوميه. عشان كده بنشوف الفريق دايما فريق يعني مركزك بيطغى على الفريق، بمعنى ان انت اي فريق بتمسكه بتلعب بيه ناحيه هجوميه اكتر، عشان انت كنت بتلعب مهاجم ولا ايه؟ Yeah, I was an attacker. انا كنت مهاجم. But funny enough, when I start to coach. لكن بعد بدا مجال التدريب. I believe that before you attack. كنت مؤمن قبل انك عندي ايمان كبير ان قبل ما تهاجم كويس لازم تدافع كويس. ايوه. تدافع كويس بعد كده تفكر في الهجوم. Because if you attack, لأن لو هجمت فقط وسجلت أهداف وشباكة استقبلت من الخصم أهداف تانية، معناها ما عندكش دفاع كويس. فأهم حاجة عشان تعمل بناء قوي لازم أول حاجة تبدأ بالدفاع. لأن لما يكون هجومك قوي جدا وممكن يسجل أهداف ودفاعك صلب، الخصم مش هيسجل، فانت عندك فرصه تسجل اهداف وتكسب وما يدخلش ما تستقبلش اهداف. بس طبعا بحب اهداف، بحب اسجل اهداف كتير. مين ما بيحبش الاهداف؟ كلنا بنقوله بس. جول.